صباح الورد، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون في احسن الاحوال. الصيف بقى خلاص دخل، رمضان خلص، عيدنا، بسطنا، نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه بقى في النشاط الصيفي بتاعنا والنوادي، وهنعمل ايه ونروح فين وهنحتاج ايه ونجهز ايه بقى والكلام ده كله. بصوا، المطبخ بتاعي في الوقت ده بيدخل فيه ضوء كده من الشمس من بره. مش عايز اقولكم ده احلى وقت في المطبخ، ومفيش طبعا احلى في الدنيا كلها من ان الحوض يبقى فاضي ونظيف والمواعين كلها مغسوله وشويه ورد كده قدامي. انا بحب جدا جدا اشوف الورد وانا يعني في المطبخ او في اي مكان في البيت. فبس كده، تعالوا بقى. عايز اقولكم على النهارده، عايز اقولكم على غسيل الازاز المايه دي، لان الصيف خلاص هيبتدي يشد علينا وهنحتاج دايما ان يكون معانا ازاز مايه لاولادنا في النوادي او في اي مكان هنروحه. فدايما كان عندي مشكله في تنظيف الازايز دي، ما كنتش بعرف انظفها ابدا، لان زي ما انتم شايفين هي ضيقه جدا ومستحيل ان انا اقدر ادخل ليفه جوه او انظفها باي حاجه. فبصراحه الفرشه بتاعت ايكيا دي كانت يعني بالنسبة لي اختراع السنة، فاهمين؟ يعني السنة دي بجد انجزت معايا جدا. في رمضان كمان بالذات كنت بحتاجها جدا في الازايز بتاعت المشروبات والحاجات دي. لكن بصراحة في حاجة زي كده مهمة جدا، لان انا كمان ببقى مهتمة قوي ان انا انضف الازايز بتاعت المية بتاعت ولادي عشان ما يبقاش فيها اي بكتيريا او حاجة ضارة جوه وانا ما بقاش شايفاها، مجرد ان انا بس شطفتها بمية وصابون كده ورجتها وخلاص، بالنسبة لي مش نظافة كافية. فالفرشة دي بصراحة حلوة جدا. اولا هي زي ما انتم شايفين طويلة قوي، فمناسبة لاي بقى ايه ازايز طويلة او كده، ومهما كانت الازازة ضيقة او العنق بتاعها رفيع برضو عادي جدا بتدخل وبتنظف. والحلو بقى كمان فيها ان الشعيرات بتاعتها دي مش ناعمة قوي زي بتاعت الببرونات. عارفين احنا ممكن ننظف الازايز باللي هي الفرشة بتاعت الببرونات، بس مشكلة الفرشة بتاعت الببرونات ان هي بتبقى اغلبها سفنج او بيبقى فيها الشعر بتاعها ده بيبقى ناعم قوي، فما بيبقاش تنظيفه حلو جدا زي الفرشة دي. بصراحة انا بالنسبة لي يعني حسيت ان دي افضل بكتير. بصوا بقى كمان الحتة المزخنقة الزغننة قوي دي، شايفين اللي هي مثلا من عند النوزل او اللي هي البوز بتاع الازازة او الغطا، وكل بقى الحتة اللي فيها اماكن اللي بنقفل منها وكده، الاماكن الضيقه قوي اللي بيتجمع فيها بكتيريا وحاجات كده مش لطيفه، كل ده كله عايز اقول لكم ان هي بتوصل الاماكن دي كلها. فبصراحه هاتوها بجد، وسعرها كان 19 جنيه. انا بفكر اصلا اجيب واحده كمان سبير اخليها عندي جاست ان كيس دي جرى لاي حاجه، لان فعلا فعلا انا بحتاس وبحتار انظف الازايز ازاي عشان اتاكد ان هي نظيفه وما فيهاش اي بكتيريا او ميكروبات او كده متبقيه من بعد الغسيل. ده الكلام ده طبعا للي ما عندوش ديش واشر. اللي عنده ديش واشر، مش عارفه يا جماعه بصراحه انا ما جربتش احط ابدا الازايز دي في الديش واشر لما كنت في بيت اهلي، لكن انا دلوقتي لما اتجوزت ما عنديش ديش واشر، فقولوا لي بقى الازايز دي بتنضف في الديش واشر ولا الدنيا بقى فيها ايه؟ احكوا لي بقى الموضوع ده بس، و احكوا لي بقى استعداداتكم للصيف ايه، هتعملوا ايه في الفتره اللي هي بتاعت الاجازات، خصوصا للماميز اللي عندهم اولاد صغيرين سن كي جي واولى ابتدائي وكده، اللي هم خلاص اوشكوا على انهم ياخدوا الاجازات الاسبوع الجاي. فقولوا لي بقى كده انتوا ايه البلانز بتاعتكم، ناويين تعملوا ايه، بتحضروا ازاي، بتجهزوا لايه، عشان اخد منكم افكار. وانا ان شاء الله كمان هيكون عندي افكار كتير للفتره اللي جايه، متحمسه جدا ليها. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله قريب، كله بقى لي علاقة بالصيف وتحضيرات الصيف وكده. انا بعشق فصل الصيف، يعني الحمد لله ان الشتاء خلص. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة.